وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ حسن راضي. مساء الخير سيد حسن، وبداية يعني قاسم سليماني أصبح اسما يتردد في كل الدول التي تتواجد فيها ميليشيات طهران، إذن هل نستطيع القول بأنه هو العقل المدبر للإرهاب الإيراني؟ نعم، حقيقة طبعا هو قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، وكما هو معروف فيلق القدس هو يعني الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني. نعم. أي مهمته جيش كامل، فيلق كامل مهمته في خارج إيران، خارج حدود إيران، يعني للتخريب وللإرهاب ولبسط سياسة إيران وسياسات إيران التوسعية في المنطقة. وطبعا هو المنفذ لكل السياسات الإرهابية الإيرانية في المنطقة، بل حتى فجميع العالم لن تحول له جميع المخططات التي ترسم في بيت المرشد علي خامنئي في طهران وفي المجلس الأمن القومي الإيراني، وتتحول له كمنفذ لتلك السياسات الإرهابية. حقيقة طبعا كما هو معروف عن الحرس الثوري الإيراني هو يعني مؤسسة إرهابية، وأيضا فيلق القدس أيضا هو مؤسسة إرهابية موجودة في قائمة الدول الراعية والداعمة للإرهاب، ويمكن القول هو يعني المسبب الرئيسي للكثير معاناة شعوب المنطقة والكثير من الإرهاب والعمليات الإرهابية اللي تحصل في المنطقة والعالم. نعم. طيب سيد حسن، يعني في ظل تكشف هذا الدور الخبيث الذي يلعبه سليماني، برأيك هل بات لزاما على المجتمع الدولي وقف نشاطه ومحاكمته على ما قام به من إرهاب؟ بطبيعة الحال، يعني لطالما هو المسؤول لقتل الآلاف من المواطنين العرب والعالم في مناطق مختلفة، بينبغي على جميع الدول الكبرى وأيضا الدول المنطقة أن تتعامل معه كما تعاملت مع أسامة بن لادن وقامت بمطاردته حتى قتله، لأنه ما قام به قاسم سليماني وفيلق القدس يضاعف المرات ما قامت به يعني القاعدة وأسامة بن لادن من قتل وعمليات إرهابية في كل أنحاء العالم، وخاصة من قتل المدنيين في منطقتنا العربية. لذلك ينبغي أن يكون هناك تعاون وتنسيق أمني وسياسي لمحاسبته ولمعاقبته، وأيضا تجنيد يعني الموارد يعني الاقتصادية ودعم هذا الإرهاب، وهي الكثير من تلك المؤسسات موجودة بأسماء وهمية تتواجد في المنطقة العربية والعالم. نعم، من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية سيد حسن راضي، شكرا جزيلا لك.